من اول محل الى اخير محل كل عائله كل نفر المفتح بذمته اربع نفرات خمسه هسه من راح نشيل هذا بالمحل وين يروح؟ انت شايله بس طي بديل منين نجيب هاي شبابنا على الطاله بطاله يروح يذبح يقتل رواتب ماكو كهرباء بفلوس سعب كله بفلوس مي بفلوس العالم منين يجيب؟ انا هسه بقال اعرف بالسوق مو تقول خارج السوق اعرف انا بقال بالسوق اعرف وضعيه العالم كلها هسه اي مواطن يقول شغل ماكو فوق الشغل ماكو فوق الضيم على الشعب العراقي ها يجي ابو البلديه ارباحه بتدحش بالليل يريد يفلش العالم العالم مين يجيب؟ مين تجيب بس قل لي مين تجيب؟ مين تجيب؟ مين تجيب؟ قل احكي وياه يلا مين تجيب؟ الناس تطلع من الطريق؟ عمي انا هسه ما عندي وين اروح؟ الله وكيلك يجي راي الشهر مال السحب افر بذاني مو بس اني كل الشعب العراقي شبابنا حطاله بطاله بمحل التعود شبابنا حطاله بطاله عمي ابوك ليش تبوك؟ يا ابو ماكو شغل سحب بفلوس كهرباء بفلوس مي بفلوس العالم ثلاث ارباع العراق الشعب العراقي قاعد ايجار مين تجيب العالم؟ قول لي مين تجيب؟ العده يقول لك والله خلي يصير تكلم تمن ب 3000 خلي يصير ب 3000 عده بس المعده شلون بالله قل لي يلا مين يلا احكي وياي من المسؤول عليه؟ من المسؤول عليه؟ انت وانا بس قل لي يلا من المسؤول عليه؟